السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح وكل حاجة واضحة كده؟ واضح كويس. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الـ Horizontal Alignment. تمام، احنا خدنا السكشن اللي فات مقدمة عن هندسة الطرق. تمام، اتكلمنا فيها عن ان احنا عندنا نوعين من التصميم، وقلنا عندنا نوع اسمه جيومتريك ديزاين ونوع ستراكشرال ديزاين. تمام، وعرفنا ايه الفرق ما بينهم. تمام، وخدنا بعد كده المكونات بتاعة الطريق ايه، وعرفنا الابعاد اللي الستاندرد بتاعتها ايه ومكوناتهم ايه وامتى بس ايه المكونات بتاع الطريق الاربن والمكونات بتاع الطريق الرور. تمام، النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم على التوقيع الهوريزونتال الاينمنت. تمام، الهوريزونتال الاينمنت هندسه قلنا هنتكلم فيه عن حاجتين، قلنا هنتكلم فيه عن الفيرتيكال كيرف والهوريزونتال كيرف. تمام، فاحنا ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الهوريزونتال كيرف. تمام، طيب ايه هي هندسه انواع الهوريزونتال كيرف اللي عندنا؟ قال لك احنا عندنا كذا نوع من الهوريزونتال كيرف. اول حاجه السيمبل كيرف اللي هو الكيرف البسيط. تمام، ده بيبقى عباره عن ان انا عندي طريق ماشي في الاتجاه ده، في طريق ماشي في الاتجاه التاني ده، انا عايز اوصل ما بينهم. تمام، علشان اوصل ما بينهم لازم اوصل ما بينهم بكيرف. تمام، ده بيسمى منحنى بسيط. تمام، تاني حاجة عندنا اللي هو المنحنى المركب. منحنى مركب ده عبارة عن منحنيين جار بعض جنب بعض. تمام، يعني عندي الطريق في الاتجاه ده والطريق في الاتجاه ده، عايز اوصل ما بينهم، وصلت ما بينهم بمنحنيين مش بمنحنى واحد. تمام، هناخد خواص كل واحد فيهم دلوقتي. طيب بعد كده عندنا الريفيرس كيرف، منحنى معكوس. تمام، يعني منحنيين عكس بعض. المنحنى المعكوس ده ساعات بنستخدمه علشان نوضح الرؤية بالنسبة لنا تكون أوضح. تمام، طيب ناخد أول حاجة بالنسبة لنا السيمبل كيرف. تمام، طيب أول حاجة في السيمبل كيرف لازم أول نقطة فيه، تمام، بتكون اسمها البوينت أوف كيرفيتشر، يعني نقطة بداية الكيرف. تمام، اول نقطه هنا بتبقى اسمها البوينت اوف كيرفتشر. تمام، وبعد كده اخر نقطه بيبقى اسمها البوينت اوف تنجنسي، يعني نقطه التماس. تمام، يعني النقطه اللي هي نهايه التنجن، اللي هي نهايه الطريق. تمام، وبدايه الكيرف بنسميها بوينت اوف كيرفتشر، ونهايه الكيرف وبدايه الطريق الثاني بنسميها البوينت اوف تنجنسي. تمام، نيجي بعد كده نعرف ايه هي مكونات او عناصر، تمام، اللي هو السيمبل كيرف. قلنا اول حاجه اللي هي نقطه البدايه سميناها البوينت اوف كيرف، بعد كده نقطه النهايه، تمام، سميناها بوينت اوف تنجنسي. تمام، بعد كده نقطه تقاطع المماسين دولت، تمام، سميناها بوينت اوف انترسكشن اللي هي نقطه التقاطع، يعني البي اي ديت اللي هي نقطه التماس، نقطه التلاقي ما بين المماس للمنحنى من الاتجاه ده من عند البوينت اوف بي سي، والمماس من عند نقطة البي تي. تمام، يبقى ده معناه ايه هندسة؟ معناه ان ده مماس للكيرف. تمام، الكيرف البسيط اللي هو سيمبل كيرف ده عبارة عن جزء من دايرة. تمام، فلما ده يبقى مماس يبقى معناه ان الزاوية دي كام؟ معناه ان الزاوية دي زاوية قايمة، ومعناه برضه ان الزاوية دي زاوية قايمة. تمام، يبقى عرفنا ان الزاويه دي زاويه قايمه والزاويه دي زاويه قايمه. تمام، طيب وهنا مش ده هندسه من النقطه البي تي لحد السنتر هنا، ده اسمه ايه؟ الار اللي هو نصف القطر، وده الار. يبقى الار مع التماس هيعمل لي، قلنا هيعمل زاويه قايمه هنا وهيعمل زاويه قايمه هنا. طيب لو جينا من هنا من النص كده خدنا عمودي على ده، هي هندسه ده اسمه الوتر، خدنا من هنا عمودي عليه. تمام، يبقى دي برضه زاوية قايمة ودي زاوية قايمة. تمام، طيب بعد كده هندسة نقطة الخط اللي واصل ما بين البي سي والبي تي، ده اسمه ايه؟ ده الوتر بتاع المنحنى. تمام، اللي هو الكورد. طيب الجزء اللي هو باللون الأحمر ده
ده هو المنحنى نفسه. هي دي هندسة، عبارة عن المكونات بتاعة مكونات الطريق. طيب يا هندسة، وأنا هنا لو جيت مش ده نص قطر وده نص قطر، وأنا جيت من هنا من النقطة من هنا خدت عمودي على الوتر، تمام، قسمت الوتر ده جزئين متساويين، جزء ده يساوي جزء ده، يبقى معناه إيه؟ مش ده مثلث متساوي ساقين، وأنا خدت من هنا عمودي على الوتر، يبقى الزاوية دي لو كانت اسمها دلتا يبقى دي الدلتا على الاتنين ودي الدلتا على الاتنين، تمام. نيجي بعد كده هندسة المسافة بقى ما بين البي اي لحد المنحنى، دي اسمها ايه؟ اسمها الاكسترنال كورد، تمام. يبقى الاكسترنال كورد ده المسافة ما بين نقطة انطلاق الممسين، تمام، والمنحنى. طيب بعد كده الميدل اوردينيت، ايه الميدل اوردينيت؟ ديت المسافة من منتصف الوتر لحد المنحنى، تمام. دي كلها المكونات بتاعة المنحنى، ودي كلها مكونات لازم نكون هنعرف نحسبها، تمام، وليها قوانين هنعوض فيها وهنجيبها كلها، تمام. طيب أول حاجة لازم نعرفها، تمام، إيه هي الديجري، يعني إيه هي درجة المنحنى، تمام. درجة المنحنى يعني إيه؟ يعني إن إحنا بنسمي المنحنى ده بنديله درجة. يعني إيه بنديله درجة؟ قال لك درجة المنحنى دي هندسة هي الزاوية، تمام، المقابلة لطول قوس من المنحنى بطول 100 قدم، يعني الزاوية المقابلة لمية قدم من القوس. طيب لو جه في المسألة وقال لك يا هندسة أنا عندي مثلا درجة المنحنى ده هي 4.2، تمام. طيب ما يعني نعرف نجيب منها إيه؟ نعرف نجيب منها نص القطر. طب نجيب منها نص القطر إزاي؟ نيجي هنا، مش أنت عندك ده الزاوية وده جزء من دايرة؟ طيب يبقى هنا الدي إيه على 360 هتساوي المية قدم ده همت على محيط الدايرة اللي هو الاتنين باي ار، تمام. طيب بعد التعويض، بعد ما نعوض ونختصر، هيطلع لك ان الدي ايه هتساوي 5729 و58 من 100 على الار، تمام. يبقى ديت هي العلاقة ما بين درجة المنحنى والنص قطر، تمام. يعني هنا الدنيا سهلت وبقى في علاقة ليه، لان احنا عارفين ان درجة المنحنى ده الطول المقابل ل 100 قدم، تمام. فاحنا شلنا طول القوس هنا وحطينا مكانها 100 قدم، يبقى دي على 360 هتساوي طول القوس اللي هو ال 100 قدم على المحيط بتاع الدايره اللي هو ال 2 باي ار، تمام. عوضنا جبنا العلاقه ما بين الدي اي، تمام، وال ار هتساوي دي اي هتساوي 5729 58% على الار، تمام. يبقى ساعه ما يدينا في المساله ان درجه المنحنى كذا نعرف على طول ان احنا نعرف نجيب منها ال ار اللي هو نص القطر. طيب تمام، نيجي بعد كده بقى على اللي احنا قلنا المكونات بتاعة المنحنى هنحسبها ازاي، تمام. التنجنت ده هنحسبه ازاي؟ ايه هي العلاقات بتاعة المنحنى، تمام. نيجي على اول حاجة التنجنت. التنجنت هندسة قال لك ان هو الدي ده هيساوي ار تان دلتا على الاتنين. الكلام ده جه منين؟ مش احنا هندسة عندنا المثلث اللي هو البي اي ده والبي سي والسنتر لاين، تمام، مش ده مثلث قائم هنا في الزاوية دي، تمام. ديت البي اي، تمام، وده البي سي، تمام، وده الار اللي هو نص القطر، وده التنجنت. والزاويه دي احنا قلنا هتبقى كام؟ قلنا الزاويه دي هتبقى دلتا على الاثنين، لان دي كلها دلتا اللي هي الزاويه بتاعت المنحنى، هي الدلتا، تمام. طيب يبقى احنا خدنا هنا ديت دلتا على الاثنين ودي دلتا على الاثنين، تمام كده. طيب يبقى هنا تان دلتا على الاثنين دي هتساوي ايه؟ ده بيساوي مقابل على مجاور، يعني هتساوي التي على الار، يبقى التي هتساوي ايه؟ يبقى التي هتساوي ار تان دلتا على الاتنين، تمام. يبقى التي هتساوي الار في التان دلتا على الاتنين. طيب بعد كده الطول بتاع المنحنى، الطول بتاع المنحنى القانون ده جه منين؟ باي على 180 في الار في الدلتا، واحنا لسه جايبينه من فوق يا هندسه. احنا جبنا الطول اللي هو ال، هنعوض هنا بالظبط، اللي هي الدلتا على 360 هتساوي ال على 2 باي ار، تمام. هنجيب من هنا العلاقه ما بين الار وطول القطر. طب هي فوق كانت سهله ليه؟ لان احنا كنا عارفين ان طول القوس اللي هنا 100 قدم، تمام، لان قلنا الديجري ده هي عباره عن الزاويه المقابله لقوس طوله 100 قدم. طيب لو هنا، لو هو مدينا الدلتا وعايز الطول، يبقى احنا معانا علاقه ما بين الار والدلتا،
الار وتولوكوز. طيب نيجي بعد كده عايزين نحسب ال ال سي. ايه ال ال سي دي هندسه؟ ال ال سي اللي هو طول الوتر ده، تمام. طول الوتر ده القانون بتاعه ايه؟ 2 ار بساين دلتا على 2. طب ده جه منين يا هندسه؟ مش احنا عندنا المثلث البي تي والسنتر لاين هنا والبي سي، المثلث ده كده، تمام. احنا واخدين اللي هو الطول ده واخدينه عمودي على الوتر، وقلنا ان الطول ده بينصف الوتر، تمام. يبقى لو جينا على المثلث ده، على المثلث اللي هو ده، تمام، اللي هو المثلث ده كده هندسة ده، تمام. هنقول ايه؟ هنقول هنا ان احنا عندنا الساين دلتا على الاتنين بيساوي المجاور، بيساوي المقابل على الوتر. طيب المقابل اللي هو ايه؟ اللي هو ال ال سي على الاتنين، والوتر اللي هو هيبقى هنا ايه؟ اللي هو الار اللي هو نص القطر. يبقى ساين دلتا على الاتنين هتساوي ال ال سي على اتنين على الار، تمام. يبقى من هنا ال ال سي هتساوي ايه؟ هتساوي اتنين ار ساين دلتا على اتنين، تمام. طيب نيجي بعد كده احنا عايزين نحدد نيجي بعد كده احنا عايزين نجيب ايه هندسة؟ عايزين نجيب الاي. طيب هنجيب الاي ازاي؟ برضه نفس الحكاية، احنا عندنا المثلث اللي هو البي اي بي تي والسنتر لاين، تمام. البي اي بي تي والسنتر لاين، تمام. عندنا الزاوية دي ايه؟ الزاوية دي قايمة لان ده مماس وده سنتر لاين، تمام. يبقى عندنا هنا هنجيبها منين؟ مش احنا عندنا الكوزاين دلتا على الاتنين هتساوي المجاور على الوتر؟ طيب المجاور اللي هو ايه؟ اللي هو الار. طيب الوتر هيبقى الار زائد الاي، تمام. يبقى كوزين دلتا على اتنين هتساوي ار على ار زائد الاي. يبقى من هنا الار زائد الاي هتساوي ايه؟ هتساوي ار على كوزين دلتا على اتنين. يبقى الاي هتساوي ايه؟ هتساوي ار على كوزين دلتا على اتنين ناقص الار، تمام. ناخد الار عامل مشترك، يبقى الاي هتساوي ار واحد على كوزين دلتا على اتنين ناقص الواحد، تمام كده. يبقى الاي هتساوي ار في واحد على كوزين دلتا على اتنين ناقص الواحد، تمام. طيب نيجي بعد كده هندسه احنا عايزين نجيب الام. طيب الام ده هتساوي ايه؟ قال لك الام هتساوي ار في واحد ناقص كوزين دلتا على اتنين، تمام. طيب ده جه منين؟ من نفس المثلث اللي احنا جبنا منه اللي هو طول الوتر، تمام. اللي هو المثلث ده احنا كنا هنا خدنا عشان نجيب طول الوتر، احنا خدنا الساين دلتا على الاتنين، قلنا هتساوي ال سي على الاتنين على الار. طب ما هو الكوزين هتساوي ايه؟ مش هتساوي مجاور على وتر؟ طب المجاور ده اللي هو ايه؟ اللي هو نص القطر كله ناقص الام دي، تمام. يبقى الكوزين دلتا على الاتنين هتساوي ار ناقص الام على الار، تمام. يبقى الار ناقص الام هتساوي ايه؟ هتساوي ار كوزين دلتا على الاتنين، تمام. يبقى من هنا الام هتساوي ار ناقص ار كوزين دلتا على الاتنين. ناخد الار عامل مشترك، يبقى الام هتساوي ار في واحد ناقص كوزين دلتا على الاتنين، تمام كده هندسه. انا حبيت ان انا اوضح لكم القوانين دي جت منين، تمام. انت في الاخر انت لازم تكون عارفهم ولازم تكون حافظهم على طول، بحيث ان انت ما تقعدش بقى في الامتحان تقعد تستنتج القوانين دي. مهندس، قول يا باشمهندس. آخر قانون مهندسنا اللي هو الام، بتاع العلم. تمام. بس هندسة بس هندسة مش احنا قلنا عندنا هنا ان الطول ده عمودي على الوتر، تمام. انت فاهم معايا القانون اللي احنا جبنا منه طول الوتر ايه؟ مش احنا قلنا طول الوتر ساين دلتا على الاتنين ديت هتساوي المقابل اللي هو ال ال سي على الاتنين ده على الوتر بالنسبه لنا الار؟ مش الزاويه دي قايمه يا هندسه؟ الزاويه دي تمام. زاويه قايمه، تمام. يبقى الساين دلتا على الاتنين قلنا هيساوي ال ال سي على الاتنين، تمام، على الار، اللي هو القانون اللي فوق ده اللي احنا جبنا منه، اللي احنا جبنا منه ال ال سي. قلنا الساين دلتا على الاتنين هتساوي ال ال سي على الاتنين على الار، تمام. وجبنا من هنا ان ال سي هتساوي 2 ار ساين دلتا على الاتنين، تمام ده. طيب بعد كده نزلنا تحت جبنا بقى الكوزين. الكوزين قلنا هيساوي المجاور على الوتر. طيب المجاور هنا اللي هو ايه؟
مش احنا عندنا الطول من اول هنا كده لحد الوط لحد القوس، مش ده كله ار اللي هو نص القطر؟ تمام، انا تمام، بجيب الجزء اللي جوه يبقى المثلث الجزء بس اللي يعني. جوه ده بتاع المثلث بس هيساوي ايه؟ هيساوي الار ناقص الام دي. تمام، يبقى ار ناقص الام على الار. تمام، بعد كده هنختصر، الار ناقص ام هتساوي ايه؟ هتساوي الار كوزين تلتا. تمام، طيب احنا عايزين الام بس، يبقى الام هتساوي ار ناقص ار كوزين تلتا على الاتنين. يبقى ناخد الار عامل مشترك، يبقى الار هتساوي واحد ناقص كوزين الدلتا على الاتنين. تمام تمام كده هندسة؟ طيب تمام شكرا. هي الاثباتات دي هندسة مش مطلوبة منكم، انا بس حبيت ان انا اوضح لك القوانين دي جت منين إيه. تمام، بحيث ان انت ما تحفظهاش كده وخلاص. تمام، بس في الاخر برضو مطلوب منك ان انت تحفظها، بحيث ان انت خلاص انت اوريدي انت خلاص عرفت هي هتيجي ازاي. تمام، عايز بقى انت في الامتحان تقعد تثبت لنفسك، تقعد تثبتها وتجيبها، مش عايز تحفظها على طول اللي انت عايزه. تمام، بس انا بقول لك اعرفها بحيث ان انت بتيجي في الامتحان ما تقعدش تثبت بقى، يعني انت خلاص عرفت ان هي جت منين، خلاص تحفظها بقى بحيث ان انت تتعود على طول في الامتحان، ما تقعدش ايه تستنتج، ما تضيعش وقت في الاستنتاجات. تمام كده يا باشمهندس، حد عنده اي مشاكل لحد دلوقتي؟ لا تمام يا باشمهندس، بس يعني لو تنزل لنا الورقة اللي فيها الشرح بس كمذاكرة يعني واحنا بنذاكر. هنزلها لكم هندسة. ماشي. تمام شكرا. نيجي بعد كده بقى على الاختصارات اللي احنا هنستخدمها في حل المسائل بتاعتنا. تمام، اختصار الراديوس هنختصره ب الار اللي هو نص قطر المنحنى. طيب الديفليكشن انجل، ايه الديفليكشن انجل دي هندسة؟ ديت الزاوية اللي هي ما بين نص القطر ده ونص القطر ده. تمام، اللي هي الزاوية بتاعت المنحنى معناها صح. تمام، ديت هنسميها الدلتا. تمام، طيب الديجري اوف كيرفيتشر قلنا دي الديجري اللي هي درجة المنحنى، قلنا دي هي ايه؟ قلنا ده هو الطول المقابل، الزاوية المقابلة لطول القوس من المنحنى بطول كام؟ بطول 100 قدم اللي احنا عرفناها فوق هنا. تمام، نيجي بعد كده التنجنت اللي هو المماس. تمام، اللي هو طول المماس، طول المماس اللي هو انهي هندسه؟ اللي هو ده هنسميه تي. تمام، بعد كده اللونج كورد اللي هو طول الوتر هنسميه ال سي. تمام، اللينس اوف كيرف اللي هو طول المنحنى هنختصره ب ال. الميدل اوف اوردينيت، تمام، اللي هي المسافه ما بين الوتر والمماس، تمام، هنسميها ام. طيب الاكستنال كورد اللي هي المسافه الخارجيه اللي هي من المنحنى لحد نقطه تقاطع الممسين هنسميها الاي. تمام، طيب البوينت اوف كيرفيتشر اللي هنسميها البي سي، والبوينت اوف تنجنسي هنسميها البي تي. خد بالك هندسه، فين البوينت اوف بي سي والبي تي؟ تمام، ما تتلخبطش ما بينهم، ما تجيش تقول لي ان دي بي تي. تمام، ما هي دي برضه نقطه تلاقي ما بين الممس والكيرفيتشر، ودي برضه نقطه تلاقي ما بين الممس والكيرفيتشر. تمام، بس ديت بدايه المنحنى فسميناها بي سي، دي نهايه المنحنى سميناها البي تي. تمام، عشان لما اجي اقول لك بعد كده قدام شويه هات الاستيشن بتاع البي سي والبي تي ما تتلخبطش، ما تجيبش البي تي هنا والبي سي هنا. تمام، ده اختصار كده للقوانين اللي احنا قلناها فوق. الديجري اوف كيرفيتشر دي هتساوي، قلنا هتساوي 5729 تمام و58 مليمية على الار. تمام، بعد كده التنجنت هتساوي ار تان دلتا على الاثنين، وقلنا اللونج كورد اللي هو ال دي سي هتساوي 2 ار سين دلتا على الاثنين، وقلنا اللينث اوف كيرفيتشر هتساوي الار في الدلتا في واي على 180، وقلنا الميدل اوردينيت هتساوي الار في 1 ناقص الكوزين دلتا على الاثنين، والاكستنال هتساوي الاي هتساوي الار قلنا 1 على الكوزين اللي هي السيك دلتا على الاثنين ناقص الواحد. تمام، طيب ايه هي بقى موضوع الاستيشنات دي هندسه؟ الاستيشن بي سي تمام والاستيشن بي تي. ايه هو موضوع الاستيشن اصلا يا هندسه؟ قال لك احنا لما بنيجي نوقع المنحنى ده هندسه بنوقعه عن طريق حاجه بنسميها استيشنات. يعني ايه استيشنات؟ استيشن ده يعني طول من المنحنى. هنفرض مثلا ان الاستيشن الواحده، تمام، الاستيشن ديت ب 100 قدم. تمام، طيب لما اجي اقول لك يا هندسه ان دي اللي هو الطول بتاع المنحنى ده عباره عن 250 قدم. تمام، 250 قدم دول معناهم ايه؟
معناهم يا هندسة إن دول 2 ستيشن، تمام، زائد 50 متر، 50 قدم. جت إزاي يا هندسة؟ إحنا فرضنا إن الستيشن دي 100 قدم، تمام؟ فالستيشن دول 250 دول يمثلوا لي كام ستيشن؟ هنقسم ال 250 على 100، هيطلع لي الاتنين رقم صحيح 2.5، تمام؟ نكتب الرقم الصحيح زي ما هو، يبقى 2 ستيشن زائد الرقم اللي هو ما جاش معايا صحيح، هكتبه زي ما هو، تمام؟ يبقى ال 250 دول بيمثلوا لي قد ايه؟ كام ستيشن؟ قلنا 2 و50 قدم، تمام؟ يبقى الرقم الاولاني اللي هو ده عدد الاستيشنات. طيب الرقم التاني ده الباقي اللي ما كملش ستيشن، فكتبته زي ما هو، تمام؟ يعني لما يجي برضو يقول لي مثلا انا عندي بي اي، الاستيشن بتاع البي اي مثلا 3، تمام، زائد مثلا 70، وقال لي ان الاستيشن الواحده 100 قدم، تمام، يبقى معناه ان البي اي ده على مسافه كام؟ حد عارف ولا؟ 370 370. واضحه كده؟ واضحه ولا حد عنده مشاكل؟ طيب تاني يا باشمهندس، تاني الحته دي تاني تاني يا باشمهندس. احنا قلنا ايه هو الاستيشن ده؟ الاستيشن يا هندسه اللي احنا بنيجي نوقع بيه لما بنيجي ننزل الموقع، تمام؟ فما بنقعدش نقول بقى ايه، بنقعد نقسم المنحنى ده استيشنات، تمام؟ يعني بنقعد نوقع كل ده عن طريق ستيشن. باجي هنا اقول له مثلا نقطه واحد ديت عند ستيشن، الستيشن بتاعتها مثلا 3، ديت عند ستيشن 4، ده عند ستيشن 5.5، ده عند ستيشن، لما باجي انزل الموقع اوقع، تمام؟ طيب ايه هو اصلا المبدا بتاع الستيشن ده، جه منين؟ قال لك احنا بنفرض طول من الطول، مثلا الستيشن الواحده مثلا طولها 100 قدم، او الستيشن الواحده طولها 50 قدم، تمام؟ بس في العادي ان احنا بنفرض ان طول الاستيشن مثلا 100 قدم، تمام؟ طيب انا دلوقتي نقطه البدايه بتاعتي، نقطه البدايه في اي المنحنى كله لما باجي انزل اوقع، نقطه البدايه هي البي اي، تمام؟ طيب لما اجي اقول لك انا عندي الاستيشن بتاع البي اي مثلا البي اي ديت الاستيشن بتاعتها 2، تمام، زائد 50، تمام؟ يعني ايه 2 زائد 50؟ هو بيقول لك الهندسه ان الاستيشن الواحده 100 قدم، تمام؟ واحنا لما بنيجي نكتب الاستيشن بنكتب الرقم الاولاني ده اللي هو الاثنين، ده الرقم الصحيح، يعني ده كام ستيشن، تمام؟ طب الرقم الثاني ده الباقي من اللي ما كملش ستيشن، فبكتبه زي ما هو. فلما يجي يقول لي 2 زائد ال 50 وقال لي ان الاستيشن واحده 100، يبقى انا عندي 2 ستيشن، 2 ستيشن اللي هم كام؟ اللي هم 200 قدم، زائد الباقي اللي هم كام؟ 50 زي ما هم، انا ما حولتهمش، تمام؟ يبقى المسافه كام؟ 52، تمام. كل ده هيوضح معايا في المثال دلوقتي، انا بقول لك بس ايه هو الستيشن دي جت منين، فهمت ولا لسه؟ ماشي تمام فهمت. طيب هنشوفها دلوقتي في المسألة تانية هندسة، يعني ما فهمش هيبص، هيشوفها دلوقتي في المسألة. ماشي تمام. طيب خلينا بس نعرف اللي ايه هي الاستيشن. قال لك احنا قلنا مثلا الاستيشن، تمام، قلنا ديت علشان التوقيع بتاع المنحنى، فقال لك الاستيشن بتاع البي سي، تمام، الاستيشن بتاع البي سي هيساوي الاستيشن بتاع البي اي ناقص التانجنت اللي هو طول المماس. يعني انا واقف هنا، تمام، عايز اجيب الاستيشن اللي هنا، اقول ان الاستيشن اللي هنا دي ناقص الطول ده كله، طول اللي هو التانجنت، تمام. طيب عايز اجيب البي تي، هقول ان الاستيشن بتاعت البي سي زائد طول المنحنى كله عشان اوصل لهنا. تمام، حد تايه في موضوع الاستيشن ده؟ تمام يا باشمهندس. طيب تعالى على المثال وانا هوضحها تاني على المثال دلوقتي. مثال قدامنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الديجري اوف كيرفشر بتبقى بكام؟ مثالك ب 22 و91، تمام؟ بيقول لك ال 22 و91 ده الديجري كيرفشر.
ويز ان انجل اوف 63 والزاويه بتاعته 63 درجه. تمام، يبقى دي الديجري ودي الزاويه، دي الديجري اللي هي الدي، وديت الانجل اللي هي الدلتا، دي الدلتا كلها. تمام، ديترماين اول كيرف جيومتري، يعني حدد كل الخواص بتاعه المنحنى. اول حاجه هندسه، ما يعني ما تقولش تجيب اي مكونات بالنسبه لك الا لما يكون معاك نص القطر، تمام، وزاويه التقاطع اللي هي معاك الدلتا ومعاك الار. طول ما انت معاك الدلتا ومعاك الار هتعرف تعوض في كل القوانين بتاعتنا ديت، تجيب كل المكونات. يعني اول حاجه تفكر فيها ساعه ما يقول لك انا عايز ايه هي خواص المنحنى، المكونات بتاع المنحنى حددها لي، لازم تكون عارف نص القطر وعارف الدلتا، لان كل المعادلات بالنسبه لك فيها نص القطر وفيها الدلتا. فلو انت ما عرفتش تجيب نص القطر والدلتا مش هتعرف تجيب اي حاجه من المكونات بتاعه المنحنى. تمام، يبقى اول حاجه تفكر فيها ان انت تفكر تجيب الار والدلتا. طيب هو عن هنا مدينا الدلتا هي هندسه جاهزه اللي هي 63. طيب الار اجيبه منين؟ مش احنا عندنا علاقه بنجيب ما بين الديجري اوف كيرفتشر نص قطر؟ تمام، هو مدينا الدلتا بكام؟ 63 جاهزه اهي. طيب الار هنجيبها منين؟ قال لك مش احنا عندنا قانون الار بيساوي 5729 و58 من 100 عندي. تمام، يبقى هنعوض من هنا ونجيب الايه؟ هنجيب الار. يبقى هنعوض 5729 على 58 على 22 91، يطلع عندنا ان الار ب 250 ادم. تيجي بعد كده بقى تجيب الخواص، هنعوض في القوانين على طول. الدي بتساوي ايه؟ الار في التان دلتا على الاثنين، يبقى 250 في تان 63 على الاثنين، يطلع عندنا ان التنجن هي 53 و2 من 10 ادم. طيب ال هندسه اللي هو طول الكيرف هيساوي الار في الدلتا في الباي على 180، يبقى 200 عوض 250 في الدلتا اللي هي 63، تمام، في الباي على 180. تمام، يطلع من هنا ان ال هتساوي 254 274 و25 من 100 قدم. تمام، نيجي بعد كده على ال سي اللي هو طول الوتر. قلنا ان ال سي هتساوي ايه؟ 2 ار في ساين دلتا على الاثنين، يبقى 2 في 250 في ساين 63 على الاثنين، يطلع عندنا ان طول الوتر 261 و2 من 10. طيب الام ديت اللي هي ايه؟ اللي هي المسافه الداخليه، هي ديت. تمام، قلنا القانون بتاعها ايه؟ قلنا القانون بتاعها الار بيساوي ار 1 ناقص كوساين دلتا على الاثنين، يبقى 250 في 1 ناقص كوساين 63 على الاثنين، هيطلع عندنا ان الام هتساوي 36 و8 من 10 ادم. بعد كده نحدد الاي، قلنا هتساوي ار 1 على كوساين دلتا على الاثنين ناقص 1، يبقى 250 في سيك 63 على الاثنين ناقص الواحد، يطلع عندنا 43 و2 من 10. تمام، طيب نيجي بعد كده على النقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بقول لك ايه؟ بقول لك ديترماين ذا ستيشن اوف بي سي، حدد لي الستيشن بتاعت البي سي والستيشن بتاعت البي تي. بقول لك ان بيديك الاف ستيشن بتاعت البي اي 3 زائد 3 زائد 50. بقول لك افرض ده لو كان الستيشن الواحده ب 100000. تمام، طيب احنا قلنا فوق يا هندسه الثلاثه دي معناها ايه؟ معناها دول كام ستيشن. تمام، يبقى الثلاثة ديت معناها هما كام ستيشن صحيح. تمام، طب والرقم اللي بعده ده 50، يعني ده جزء من الستيشن. تمام، طيب احنا قلنا اول حاجة علشان نحدد الستيشن بتاعت البي سي هتبقى الستيشن بتاعت البي اي، الستيشن بتاعت البي سي هتساوي الستيشن بتاعت البي اي، تمام، ناقص التنجن. يعني انا عاوز اوصل من هنا هندسة اوصل لهنا، يبقى الستيشن بتاعت البي اي ناقص طول المماس. طيب وعايز اجيب البي تي، تبقى الستيشن بتاعت البي سي زائد طول المنحنى. طيب يا هندسه ما انا ممكن اقول الستيشن بتاعت البي تي ديت هتساوي البي اي زائد طول المنحنى زائد طول القوس اللي هنا وخلاص. ما ينفعش يا هندسه، يعني ما ينفعش تقول لي الستيشن بتاعت البي تي هتساوي الستيشن بتاعت البي اي زائد التنجنت اللي هنا ده. لا، لازم الاول اروح للبي سي وبعد كده ارجع اجيب الستيشن بتاعت بي تي. تمام، يعني محدش يجي يقول الستيشن بتاعت البي تي هتساوي البي اي زائد التنجن. لا، لازم اجيب الاول، انا عندي هنا البدايه بتاعتي بي اي، همشي كده. تمام، اجيب بدايه المنحنى، بعد كده امشي كده على المنحنى نفسه لحد ما اوصل للبي تي. ممكن حد عنده مشاكل؟
بس مهندس لو سمحت تاني عشان بس الصوت قطع عندي. طيب تاني تعالي كده على المثال يا باشمهندس. هو بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الديستيشن بتاعه البي اي تمام 3 زائد 50 تمام، وبيقول لنا افرض ان الديستيشن الواحده 100 قدم تمام كده. طيب ده معناه ايه ان ال 3 زائد 50؟ معناها يا باشمهندس ان ال 3 ديت كام قدم صحيح، يعني كام ستيشن صحيح، يعني معناها ان دي 3 ستيشن والستيشن الواحده 100 قدم تمام. يبقى الستيشن بي اي دي على مسافه كام؟ على مسافه 350 قدم، يعني 3 في 100 زائد ال 50. قلنا ال 50 ده الرقم الصحيح اللي هو مش مكمل، ما كملش ستيشن، الباقي من الستيشن. يعني انا عندي 3 ستيشن صحيح و50 قدم تمام. طيب اجي هنا بقى، هو عايز البي سي اللي هي البوينت، اللي هي البي سي اللي هي البوينت اوف كيرفتشر تمام. لازم اقول ان البي سي هتساوي البي اي، يعني بي اي ده على مسافه مثلا 350 متر تمام، وانا معايا طول المماس. اعرف اجيب البي سي، اقول ان البي اي ناقص التنجنت اجيب البي سي تمام. طب عايز اجيب البي تي، اروح اقوم رايح جايب جامع البي سي الستيشن بتاعه البي سي على طول المنحنى لحد ما اوصل للبي تي تمام. قلنا هندسه ما ينفعش ان احنا نجمع نقول مثلا البي تي هتساوي البي اي زائد التنجنت اللي هنا، يعني انا ممكن اقول ان البي اي زائد التنجنت اللي هنا وصلت للنقطه دي، ما ينفعش. لازم الاول اجيب البي سي، ارجع اجيب البي سي وامشي على المنحنى من اوله، يعني امشي من هنا من البي سي واجمع عليها ال اوصل للبي تي تمام. يعني انا بتحرك من هنا من البي اي ارجع اجيب البي سي، وبعد كده البي سي اجيب منها البي تي تمام. طيب تعالى نشوفها، تعالى نشوف على المثال. احنا قلنا الاستيشن بتاعه البي سي هتساوي الاستيشن بتاعه البي اي ناقص التي تمام. يبقى الاستيشن بتاعه البي سي اللي هي ال 3 زائد ال 50 هنطرح منهم التنجنت اللي احنا جايبينه في المساله بكام؟ ب 153 قدم. طيب ما نحول ديت الاول لمسافه، هنحولها لمسافه ازاي؟ قلنا هتساوي 350 اللي هي 3 في 100 زائد ال 50، هنطرح منها ال 153 و2 من 10. طلع عندنا الستيشن بتاعت البي سي 196 و8 قدم. طب نحولها ازاي الستيشن؟ هنقسم على 100 والباقي تمام؟ نحطه بعد الزائد. يبقى 196 دي فيها كام ستيشن؟ فيها ستيشن واحدة 196 و8 من 10. طيب نيجي بعد كده على الستيشن بتاعت البي تي. قلنا الستيشن بتاعت البي تي هتبقى الستيشن بتاعت البي سي زائد ال ال اللي هو طول المنحنى. طول المنحنى احنا كنا جايبينه بكام؟ ب 274 و75 من 100 قدم تمام. احنا قلنا الستيشن بتاعت البي سي جايبينها هي 1 وزائد 97 و8 اللي هي ال 196، هنجمع عليها ال ال اللي هو ال 274. يبقى 197 زائد 274 و75 هيطلع عندنا 471 55. طب 471 55 دولت بيمثلوا لي كام ستيشن؟ بيمثلوا لي 4 زائد 71 و55 من 100 تمام كده؟ ولا في حد برضه لسه متلخبط؟ تمام يا باشمهندس تمام. نيجي بعد كده هندسه عند السوبر اليفيجن. ايه هو السوبر اليفيجن ده؟ قال لك هندسه والعربيه ماشيه على طريق الدائره هنا، يعني ده منحنى كده تمام. طول ما العربيه ماشيه هنا العربيه وهي ماشيه على الطريق كده تمام، في قوه جذب بتشدها ناحيه المركز هنا تمام. يبقى العربية وهي ماشية في قوة جذب بتشدها. طيب العربية ده عايزة تتقلب ازاي هندسة؟ عايزة تتقلب كده تمام، عايزة تتقلب كده. طيب احنا نعمل ايه؟ انا هقوم رايح جاي على الطريق تمام، واقوم رايح عامله ازاي؟ اقوم رايح عامل له سوبر اليفيجن، اقوم رايح مميله كده، اميله بزاوية تمام، بحيث ان العربية وهي ماشية على هنا كده تمام في قوة بتشدها كده، ده القوة المركزية اللي هي بتشدها ناحية السنتر تمام، وده الوزن بتاعها لتحت كده
طيب انا بقى عايز اعمل اتزان للقوه، فهقوم رايح جايب ديت القوه اللي هي القوه المركزيه ديت نحللها، تمام؟ احللها ازاي؟ اخلي القوه في الاتجاه ده، تمام؟ وفي وزن عندي، الوزن ده هيتحلل برضه. هيتحلل ازاي؟ هيبقى في الاتجاه العمودي على الميل اللي انا عامله، تمام؟ وعندي هنا في قوه احتكاك فريكشن، تمام؟ الاتجاه ده، تمام كده؟ يعني في قوه بتشدني من هنا اللي هي الاف سي، وفي هنا اف فريكشن، تمام؟ وفي هنا دبليو وزن، اللي هو وزن المركبه، تمام؟ كل الحكايه الناس ان احنا بنعمل اتزان للقوه دي، تمام؟ بحيث ان العربيه ما تتقلبش لجوه، تمام؟ عشان العربيه ما تتقلبش، احنا ايه اللي احنا ممكن نغير؟ القوه بتاعه الاف سي اللي هي قوه الجذب دي ثابته، تمام؟ ووزن العربيه ثابت. ايه اللي احنا ممكن نلعب فيه؟ اللي احنا ممكن نلعب فيه ان احنا نعمل نغير الميل بتاع الطريق، تمام؟ مش بنغير الميل الطولي، احنا بنلعب في الميل العرضي، الميل العرضي للطريق. يعني الطريق كان افقي، تمام؟ احنا ميلناه، خلناه مايل، تمام؟ طب يا هندسه، هو الجزء العالي ده في ناحيه المنحنى من جوه من هنا ولا ناحيه بره؟ هيك برضه ناحيه بره هنا، ايوه، يبقى انا مايل ناحية المركز، ناحية نقطة في اي انا لو انا لو مايل ناحية المركز يا هندسة، يعني لو انا المركز عندي هنا وانا مايل كده، انا دلوقتي عندي ايه؟ انا لو بميل ناحيه المركز، انا عندي القوه اصلا بتشدني ناحيه المركز، يعني انا عندي القوه بتشدني كده ناحيه المركز، تمام؟ فانا لو ميلت العربيه ناحيه المركز تاني، يبقى العربيه هتتقلب، هي اصلا عايزه تتقلب كده. هو انا ببقى خايف من قوة الجذب ولا قوة الطرد؟ انا خايف من قوه الجذب يا هندسه، خايف من قوه الجذب، ان العربيه هتتقلب ناحيه المركز. يعني انت وانت بتلف كده حوالين دايره، انت هتتقلب. انا فاهم حضرتك، بس انا يعني المفروض انا باخد ملف مثلا، لو انا سريع والطريق مستوي، المفروض ان انا هتقلب بره مش هتقلب جوه، فانا تتقلب بره. بحمل الطريق بقى لجوه علشان انا اجذب العربية لجوه. طب وانت بتلف كده على منحنى، وانت بتلف هتتقلب فين؟ هتقلب لجوه. لو انا بلف على منحنى وسريع هتقلب لبره. لبره ازاي؟ هي القوة بتشدك ازاي؟ لجوه ولا لبره؟ ما هو دلوقتي لو الطريق مستوي وانا بلف، قوة الدفع اللي انا ماشي بيها هتبقى طرد، هعوز اتقلب لبره، بس مش عارف يلف معايا. انا عندي العربيه ماشيه اهي، تمام؟ انا ماشي على المنحنى وفي قوه جذب بتشدني كده للسنتر، تمام؟ يبقى انا خايف اصلا من القوه اللي جايه كده، انت معايا؟ يعني انا خايف من قوه الجذب اللي جايه لي كده. فانا بعمل ايه؟ انا قلت لك انا بميل الطريق، بخلي الجزء العالي ده ناحيه جوه، تمام؟ بحيث ان انا اعمل اتزان للعربيه وهي ماشيه. مش القوة، الكلام دلوقتي على قوة الطرد المركزية عشان الصوت قطع بس. بس هندسة، أنا كل الحكاية إيه؟ أنا كل الحكاية إن أنا خايف إن العربية تتقلب، تمام؟ يعني العربية لو ماشية كده بسرعة، أنا عندي قوة جذب شدها لجوه كده، تمام؟ فأنا خايف إن العربية دي تتقلب لجوه، تمام؟ فبقوم رايح أعمل إيه؟ بل أنا عندي القوة دي ثابتة، تمام؟ وعندي وزن العربية ثابت، ما أقدرش ألعب فيهم. فكل اللي أقدر ألعب فيه إيه؟ أقدر ألعب في الميل بتاع الطريق، تمام؟ يعني إن أنا أعلي الميل بتاع الطريق بزاوية كده، تمام؟ بحيث إن العربية في قوة كده بتأثر عليها، تمام؟ فأنا أعمل أدخل الوزن معايا في التحليل بالنسبة لي، تمام؟ لما أجي أحلل القوة بالنسبة لي، تمام؟ أنا اللي يهمني في الموضوع ده كله إن أنا أعرف القانون بتاعي، تمام؟ اللي هو القانون كان بيساوي إيه بعد ما تعمل اتزان للقوة والكلام ده كله، إن أنا عندي الإي، تمام؟ اللي هو الميل بتاع الطريق، زائد الإف سي اللي هو الفريكشن ما بين الطريق والعجل بتاع العربيات، هيساوي الفي سكوير اللي هي السرعة على 15 الأوف.
تمام؟ يعني انا هو ده الهندسه العربيه ماشيه على المنحنى ديت، انا عندي قوه بشدها لجوه كده، يعني وانا ماشي على المنحنى في قوه بشدها والعربيه عايزه تتقلب لجوه، تمام؟ فانا بعمل ايه؟ بعمل ميل للطريق بحيث ان العربيه ما تتقلبش لجوه، بخليها كده، تمام؟ ولا يا هندسة، هي قوة الجذب اللي هتبقى لجوه دي نتيجة ايه؟ هو ده نتيجة السرعة بتاع العربية هندسة، نتيجة العربية ماشية بسرعة أنا عايز أتقلب. طيب اللي انا فهمته ان حضرتك عايز تعمل ميل على اليمين كده، بحيث تبقى ماشي العربية على اليمين، بقى هي عايزة تروح اليمين، هي عايزة تروح للشمال، فانا اعمل ميل على اليمين عشان وزن العربية كله يبقى ايه؟ جايبه مركبه على اليمين. انا لو عملت الميل كده هندسه واصلا العربيه عايزه تتقلب لجوه كده، تمام؟ يبقى انا بقلبها معاها. بص، خلينا بس في العربية الحمراء دي يا هندسة، مش واخد العربيه بالي، اللي هي ماشي الحمراء دي، ده تمام؟ اللي تمام العربية دي عايزة تروح في اتجاه السهم نتيجة سرعتها، تمام العربيه ماشيه هيت كده، تمام؟ تمام. عايزه تتقلب ازاي؟ هي دلوقتي عايزة تتقلب على الشمال، عايزه تتقلب كده، تمام؟ ماشي تمام. فأنا هعمل الميل نتيجة اليمين بحيث إن الوزن كله يبقى على اليمين، يبقى الوزن هو اللي هيقاوم قوة الجذب بحيث دي ان الوزن يبقى انا عايز اعمل الميل فين؟ على ايد اليمين. يعني بالاتجاه ده كده؟ زي ما ايوه، انا عامل كده؟ يبقى وزن العربية هو اللي هيقاوم قوة الجذب دي. هو انا لو عملته كده هندسه يبقى الوزن هيتحلل ازاي؟ انا كده ادي العربيه اهي، تمام؟ ادي العربيه اهي دي هندسه. تمام، العربيه مثلا بس انا عملت الميل بتاعي اهوت كده، تمام؟ تمام. وانا عندي قوه، تمام؟ هو اصلا بتاثر كده، تمام؟ اللي هي الاف دي، تمام؟ وعندي الوزن كده، الوزن اهو، مش الوزن في الاتجاه ده، تمام. تمام؟ طيب الزاويه كده لما اجي احللها احلله ازاي؟ هيروح في انهي اتجاه؟ هيروح برضه في نفس الاتجاه، يبقى كده هزوده. انا كده بزوده. تمام. هو انا عايز انا في قوه، مهندس مش مختلف مع حضرتك في حته ان انا ما لو انا لجوه هعلي بره، ولو انا بره هعلي جوه، على ماشي. بس انا مختلف، بس ان انا بقول ان انا عندي قوه جذب وقوه طرد. انا شايف ان قوه الطرد بتبقى اعلى في الحاجات دي. لسه مع السرعة العالية قوة الجذب هتبقى أعلى. خلاص ماشي يا باشمهندس. تمام. طيب إحنا بعد ما نقعد نعمل تحليل للقوة ديت، تمام، ونشوف العربية بيأثر عليها قوة قد إيه، بنوصل في الآخر بعد ما نختصر القانون كله بنوصل إن الـ E زائد F S هتساوي الـ V سكوير على 15 على 15 الـ R. تمام. طب ده القانون ده هندسة هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا في إن إحنا نجيب منه الـ R اللي هو نص القطر، تمام؟ طيب هنجيب نص القطر ازاي؟ قال لك ان الار مينيمم هتساوي الفي سكوير على 15 الاي زائد الاف، تمام؟ هو الكلام ده انتوا خدتوه في المحاضره ولا لسه ما وصلتوش ليه؟ معلش يا باشمهندس لو سمحت. قول يا هندسه. ممكن السلايد اللي بعد دي؟ مالها؟ السلايد دي بيقول فيها ان هي قوة الطرد المركزية اللي هي في سكوير على 15 ار دي اكبر من القيمتين بتوع الوزن والقوة بتاع الجذب اللي هي بتاع الفريكشن. هو المفروض ان هو بيحاول يزود قوة يا الفريكشن هندسة، دي او عدد او وجود. يا هندسة، ده اتزان، مش حد أكبر من حد. أنا فاهم. هما لو متزانين أساسا هو مش هيعمل ارتفاع الظهر عن البطن. هو بيعمل ارتفاع الظهر عن البطن عشان يزود يحلل قوة الوزن، فقوة الوزن دي هتزود الفريكشن. ارتفاع الظهر على البطن، ما هي الايه، ما الايه ديت هو الميل، ما انا زودت فعلا، انا عملت ارتفاع. عملته فين بقى؟ عملته اهو في الجنب اللي هو بتاع مع الفريكشن، في اتجاه الفريكشن. إذن القوة بتاعت الطرد المركزية هي الأكبر. لازم، ماشي، الاثنين عكس بعض يعني. بس يعني لو انا القوة عندي بتشد لجوه فانا بعمل البل بره، يعني القوة هي هندسة بتشد لجوه، اروح انا اعمل ميل لجوه، تمام؟ اخليهم الاثنين كده في اتجاه بعض. ما هي يعني هندسه الفريكشن بيعمل ازاي؟ الفريكشن هيبقى هنا ازاي هندسه؟ هيبقى معايا كده، يعني الاثنين عكس بعض يا هندسه، انا بعمل اتزان.
اه ما هو الفريكشن المفروض ان هو ده اللي في القوة اللي الطاردة المركزية يعني معتمد عليه. لا الفريكشن مش في قوة الطاردة، القوة الطاردة المركزية هي الترم اللي هو البي سكوير ده على البي سكوير على 15 ار، ده هو قوة الطاردة المركزية. هو القوة الطاردة المركزية، ده اما هو الترم ده الفريكشن ده، الترم ده الفريكشن ده معتمد على السرعة. الفريكشن ده اللي في السرعة اساسا، كل ما بتزيد السرعة كل ما بيزيد، طيب ثانية واحدة بس، كل ما بيقل اقصد بيزيد شوية. بص خدتوا الكلام ده في المحاضرة أصلا ولا لسه؟ خدناها، الدكتورة اتكلمت في ان الارتفاع الميل بيكون لجوه الميل بيكون لجوه؟ مش لبره. قصدك السوبر يعني الريفيجن اللي هعمله، الارتفاع اللي هعمله هيبقى جوه. لا، الانخفاض هيكون جوه يعني ناحية القطر كده. هندسة شايفين كده الصورة؟ أيوة أيوة طيب بس هندسة، أنا دلوقتي عندي إيه؟ خلينا أنا دلوقتي عندي إيه؟ عندي الإف سي اللي هو قوة الجذب المركزية اللي هي الإف سي، تمام؟ طيب وعندي هنا إيه؟ الدبليو اللي هو الوزن بتاع العربية بيؤثر لتحت، وعندي الفريكشن بتاع العربية هو، تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اتزان، وعندي سوبر اليفيجن اللي انا عامله اهو، يبقى القوه بتاثر لفين يا هندسه؟ قوه الجذب بتشدني لجوه، تمام؟ الهندسة دي مش جوه، دي بره، دي قوة الطردة المركزية وقوة الفريكشن. قوة الفريكشن بتتكون ماشي نتيجة ماشي القوة اللي هندسه أثرت تمام عندك. تمام هسميها قوه الطرد المركزيه، سميها زي ما تسميها، تمام؟ ان تمام، اهم حاجه عندي بالنسبه لي ان انا اعمل ايه؟ ان انا بعمل اتزان قوه على العربيه، تمام، تمام. تمام؟ طيب قلت لك ان انا بعمل عندي اتزان قوه، باجي هنا ده العربيه بالنسبه لي اهي، وده السوبر الفيجن اللي انا عامله، تمام؟ فباجي بقول ايه؟ بقول اف سي اللي هو الاتجاه ده انا هعمل تحليل، ده الاف سي، يبقى الاف سي كوزين اللي هي اللي فوق دي مع قوه الاحتكاك اللي هو الفريكشن، تمام؟ مع قوه الوزن اللي هو في الاتجاه العمودي ده، اللي هو بعد ما احلل الوزن في الاتجاه العمودي، فبعمل ايه؟ يبقى الاف سي بي لوحدها في ترم هتساوي، تمام؟ اللي هو الدبليو في ترم وقوة الفريكشن في ترم، يعني W مع الإف، يعني W مع الإف الفريكشن دي، تمام، هيساوي معايا الإف سي بي، تمام. تمام، أجي من هنا أطلع بالعلاقة اللي هي في الآخر خالص ديت، تمام، اللي هي الإي زائد الإف إس هتساوي البي سكوير على 15 الأو، تمام. بعد ما أقعد أعمل تحليل للقوة ده، بعد عم بقول ال W B هتساوي ال F فريكشن زائد F C B، تمام. ال F فريكشن ديت اللي هي بتساوي ايه هندسه؟ اللي هي هتساوي ال F S ال W نورمال زائد ال F C N، تمام، اللي هو التحليل بتاع القوه اللي هنا ده، تمام. ال F فريكشن ده اصلا هندسه بتساوي ايه؟ معامل احتكاك في الوزن، تمام. يبقى معامل احتكاك في القوه اللي جايه لي هنا، القوه اللي هي جايه هنا ايه؟ اللي هي ال W نورمال، اللي هي الدبليو، اللي هي الدبليو ديت اللي تحت، دبليو نورمال التحليل بتاعها، تمام، زائد الاف سي بي في الاتجاه العمودي ده برضه، تمام. ده الاف فريكشن اللي هو عامل احتكاك في القوه الرأسيه اللي نازله على الطريق، يعني القوه اللي بتأثر على العربيه رأس، القوه الرأسيه اللي هو الدبليو نورمال اللي هو تحليل الوزن نتيجه النورمال، والاف سي، الاف سي ان اللي هو الاف سي الاتجاه العمودي اللي هو الاتجاه الرأسي ده، تمام. بعد كده بنعوض بيه، يبقى الاف سي، الاف اف هيساوي الاف سي اللي هو الاحتكاك في الدبليو نورمال زائد الاف سي اللي هي قوه الطرده، قوه الطرده اللي هي الايه؟ اللي هي العموديه اللي هي اللي تحت، تمام. بعد ما تقعد تعوض بقى اللي هي الدبليو بي هتساوي الدبليو في ساين دلتا، تمام،
اللي هي ال W دي، W دي ده تمام، اللي هي W قوسين الألفا دي تمام، زائد الـ F فريكشن اللي احنا قلنا عليها اللي هي هتساوي ايه؟ هتساوي الـ FS في الـ W نورمال دي زائد الـ FC نورمال دي تمام. يبقى W نورمال تساوي W في كوزين ألفا زائد الـ FCN اللي هي قوة طرد هتساوي ايه؟ W في الـ V سكوير على G في الـ R قوسين ألفا، هتساوي W في الـ V سكوير على G في الـ R في كوزين ألفا تمام. تقعد تختصر ده كله بقى يا هندسة تمام، تقعد تختصر الكلام ده كله لحد ما توصل في الآخر إن الـ E على 100 هتساوي الـ F اس، الـ F اس هتساوي الـ V سكويرد على الـ G في الـ R تمام. الـ G دي بقى هتختلف معانا، سواء هنا كان التعويض بالمتر، إحنا عندنا التعويض عندنا بالقدم، فطلع القانون عندنا في الآخر إن الـ E هتساوي الـ F اس زائد الـ V سكويرد على 15 تمام. تمام يا باشمهندسين، ولا تمام يا باشمهندس. انا اللي يهمني في الاخر هي اصلا الدكتوره ما دخلتش معاكم في قصه الاستنتاج والكلام ده كله، يعني هي ما دخلتش معاكم ده تمام. هو اهم حاجه عنده تعرف القانون، انت هتحسب الار هتحسبها منين، يبقى الار مينيمم هتساوي الدي سكوير على 15 في الجي زائد كده تمام. طيب نيجي على المسألة بتاعتنا، مسألة رقم 8، بيقول لك a horizontal curve is being designed through a mountainous terrain، يعني في منطقة جبلية، وبيقول لك إن الطريق ده 4 لين يعني أربع حارات تمام، الحارة الواحدة 10 10 قدم تمام. بيقول لك the central angle is known to be 40، يعني الدلتا بكام؟ الدلتا ب 40. بيقول لك إن التنجنت ديستانس از 500 مديك طول التنجن تمام. بقول لك ان الستيشن بتاع اللي هي البي اي بيديك ان هي 2700، اللي هي 2700 طيب. بقول لك لو الطريق ده الكوفيشنت بتاعه اللي هو السايد كوفيشنت 82 من 1000 والسوبر اليفيشن بكام؟ 9% بقول لك تحسب السرعه التصميميه واحسب الستيشن بتاعت البي سي والستيشن بتاعت البي بي. احنا عشان نحسب السرعه التصميميه هندسه احنا عندنا القانون ايه؟ عندنا قلنا القانون الاي زائد الاف اس بيساوي البي سكوير على 15 ار. طب احنا عايزين نحسب ايه؟ عايزين نحسب الفي. طب عشان نحسب الفي احنا معانا الاي هو مدهن ومعانا الاف اس مدهن تمام، يبقى فاضل ان احنا نجيب مين؟ عايزين نجيب الار. طيب نجيب الار منين؟ هو مديك هندسه ان التي ب 510 ومديك الدلتا، وانت عارف ان التي بتساوي الار في تان دلتا على الاثنين تمام. يبقى نطلع معانا من هنا الار هتساوي كام؟ هتساوي 1400 واحد وعشرين بالمية أدم تمام. طيب نعوض بعد كده عن ال R، نروح بقى للقانون بتاعنا اللي هو ال E زائد ال F S هتساوي ال B سكوير على 15 ال R تمام. يطلع من عندنا ال V هنا هتساوي 60 ميل في الساعة تمام كده. بس تمام بتقول لي تمام. طيب نيجي بعد كده ايوه هو بيقول لك معاك تمام، هو كده بيقول لك عايز بعد كده ايه؟ عايز بعد كده الستيشن بتاعي البي سي والستيشن بتاعت البي تي. طيب دول انا هنجيبهم ازاي؟ هندسه قلنا الستيشن بتاعت البي سي هتساوي الستيشن بي اي ناقص التنجن تمام. هو مديك الستيشن بتاع البي اي بيقول لك ان هي كام؟ هي 2700. احنا هنفرض هنا، هو هنا المفروض ان هو يدينا يقول لنا الستيشن كام، طالما ما قالكش يبقى نفرض ان الاستيشن واحده ب 100 قدم تمام كده. طيب نيجي بعد نيجي نحول بقى، يبقى معنى ايه ال 2700 دول؟ معناهم ايه؟ معناهم 270 الف قدم تمام. نطرح منهم التنجنت اللي هو مديهولنا اللي هو ال 510 تمام. يطلع عندنا بعد التحويل بعد ما نحولها بقى هتطلع 2794 قدم و90 2794 ستيشن زائد 90 قدم تمام. طيب عايزين نجيب البي عايزين نجيب البي تي. احنا قلنا ان ال سي هنجيب الاول ايه؟ ال سي نحسب اللي هو طول المنحنى. طول المنحنى بيساوي ايه؟ بيساوي الار
اللي هي 1421 تمام، في الدلتا اللي هي بال40، الباي على 180 تمام، هيطلع لنا هنا ان طول المنحنى كام؟ 978 و23% أدى تمام. نرجع بعد كده احنا عايزين الاستيشن، عايزين الاستيشن بتاعت البي سي تمام، الاستيشن قصدي بتاعت البي تي، هنحسبها ازاي؟ هتبقى الاستيشن بتاعت البي سي زائد ال ال، احنا جبنا الاستيشن بتاعت البي سي اللي هي 2694 تمام، زائد ال 90 يعني 2694 تمام، واضربها في 100 الاول واجمع عليها، نجمع عليها 90 تمام. طيب وبعد كده نجمع عليهم اللي هو طول المنحنى، ونرجع تاني نحولهم للاستيشن تمام. حد عنده اي مشكلة في التحويلات بتاعة الاستيشن، ان انا ازاي احول من استيشن للطول واحول من الطول للاستيشن؟ ايوه باشمهندس، الحمد لله مفهوم. نيجي بعد كده هندسة عن في توسيعات بنعملها في الهوريزنتال كيرف. يعني لما احنا بيبقى عندنا هوريزنتال كيرف بيبقى عندنا بنوسع الطريق شوية، بنوسعه بمقدار قد ايه؟ قال لك احنا عندنا نوعين من التوسع، عندنا ميكانيكال وايدنج اللي هو توسعة ميكانيكية عشان ديت اللي هي المسافة اللي هي العربية وهي ماشية تمام. طيب بيجي بقى القانون بتاعها ازاي؟ ديت حاجة يعني القانون هنعوض فيه مباشرة يعني تمام، اللي هو ال WM اللي هو ميكانيكال هيساوي ان في ال ال في الاي سكوير على 2 او تمام. طيب ايه هي ال ان؟ ال ان ديت اللي هي النمبر اوف لين، عدد الحرارة. طب ايه هو الاي؟ قال لك اللينس اوف ويل بيس اللي هو المسافة بين الاكسين بتوع العربية تمام، والار ده radius اوف ذا كيرف اللي هو نص قطر الكيرف تمام. وعندنا نوع تاني، معلش ايه ميكانيكال بس تاني، الصوت قطع. بس انا يعني سواء الميكانيكال احنا عند قال لك احنا عندنا بنوسع الطريق، يعني بعد ما بنخلص الطريق خالص اللي هو الكيرف كده بعد ما بنعمله بنوسعه شويه، بنوسعه قد ايه؟ قال لك احنا عندنا نوعين توسعه هنوسعه، توسعه ميكانيكيه تمام ميكانيكال ويلدنج، وبنعوض في القانون بتاعها اللي هو ده تمام، اللي هو الدبليو ام هتساوي ان في الاي تربيع على 2 ار، الان ده اللي هو ايه؟ قال لك ده عدد الحراره تمام، والاي ده اللينس اوف فيل بيس اللي هو المسافه ما بين اكسين العربيه تمام، والار الار ده نصف قطر الايه؟ نصف قطر المنحنى تمام. طيب في توسعه تانيه تمام، تمام توسعه تمام بقول لك ديت عشان راحه السائق نفسه تمام، توسعه فيزيولوجيه للسائق، يعني السائق نفسه وهو ماشي على الطريق يحس ان هو مرتاح. قال لك ان تبقى القانون بتاعها ايه؟ ال دبليو بي اس هتساوي الفي على 9.5 جذر الار، الفي ده اللي ايه؟ ده السرعه اللي ماشي اللي هي العربيه ماشيه بيها اللي هي ديزاين سبيد تمام، والار الار ده نص القطر تمام كده. هم دول قوانين يعني تعرفهم تمام، لازم تعرفهم وتعوض فيهم على طول. اثباتهم ايه؟ ما لهمش اثبات، هم قوانين كده تمام. المثال 3 هو كان مديك ان الاي قد ايه، لكن الاي بتساوي 84 من 1000 تمام. مثال 3 هندسه هو قايل لك ايه؟ قايل لك ان السوبر اليفيشن تمام 84 من 1000 يعني هو مديك ان هنا عرض الطريق كله 24 تمام، و وعايز يحسب، بقول لك ايه؟ احسب الوايدنينج كور، يعني احسب المساحه اللي التوسيع اللي احنا عايزين نعمله تمام. عايز اقول لك احسب التوسيع اللي احنا المطلوب ان احنا نعمله لو كانت السرعه بتاعت العربيه اللي ماشيه 65 ميل في الساعه تمام. يعني هو هنا مدينا ان الاي ب 84 من 1000 تمام، ومديك الدبليو توتال ب 24 قد تمام. طيب هو قايل لك هو هنا يبقى الدبليو لين هتطلع 12 قدم، يعني طريق رايح جاي تمام، ومديك ان السرعه التصميميه ب 65 ميل في الساعه تمام. اول طريقه اللي هو بيقول لك ايه؟ اذكر الثلاث طرق اللي احنا بننفذ بيهم الاي دي، ان شاء الله هناخدها السكشن الجاي تمام. احنا دلوقتي خلينا دلوقتي نشوف القانون بتاع، نعوض في القانون بتاع التوسعة. أول قانون بالنسبة لنا اللي هو ال WM بيساوي N في الـ I سكوير على 2 R
تمام. طب هو هنا ما ذكرش اي حاجه عن الـ عن الاي، تمام، يبقى خلاص ما نعوض ما نعملش التوسعه دي. طالما هو ما ذكرش حاجه عن الاي تمام، ما نعوضش في القانون ده. لو قال لك مثلا المسافه بين الاكسلين بتوع العربيه مثلا مسافه كذا، يبقى نعوض في القانون، تمام. طيب التوسعه الثانيه اللي هي الدبليو بي اس، قلنا هتساوي الفي على 9.5 جذر الار. احنا معانا الفي تمام ومعانا الار، بس خد بالك هو مديك، خد بالك هو مديك السرعه هنا بكام، 65 ميل في الساعه، تمام. طيب ومديك الار، الار بكام؟ الار هو مش مديها لك، تمام. طيب الار مش مديها لك، اجيبها منين؟ ما هو مديني هندسه ان الاي ب 84 من 1000، تمام. يبقى اروح على القانون اللي هو الاي زائد الاف اس هتساوي في سكوير على 15 الار. طيب الاي بكام؟ 84 من 1000. طب الاف اس، الاف اس هندسه لو هو مش مديها لك في المساله هنفرضها 12 من 100، تمام. يعني الاف اس لو مش مديها لك هنفرضها 12 من 100، والفي سكوير هتبقى 65 تربيع على 15 الار. نجيب من هنا الايه؟ نجيب من هنا الار. بعد ما نجيب الار من هنا نرجع ليه؟ القانون اللي هو الدبليو بي اس هتساوي في على 9.5 جذر الار. الفي بكام؟ ب 65، تمام، ب 65. فال 65 ميل في الساعه نعوض زي ما هي عشان نضرب في 1.6، تمام، يبقى 65، ومدانا 65 ميل في الساعه، تمام. هنقسم على 9.5 تمام بجذر الار. لا انا اسف يا هندسه، بص يا هندسه، القانون اللي هنا ده هندسه احنا بنعوض بيه بالكيلو متر في الساعه، تمام. يعني بنعوض بالسرعه بالكيلو متر في الساعه، بنعوض عن الار بالمتر، تمام. يعني التعويض في القانونين الاثنين دولت بنعوض عنهم بالمتر والسرعه بالكيلو متر في الساعه، تمام. طيب احنا عندنا كل الوحدات اللي احنا شغالين بيها من اول المنهج ايه؟ احنا شغالين بميل في الساعه وادب، تمام. طب هو هنا هندسه هو مدينا السرعه، بيقول لنا ان السرعه بكام؟ ب 65 ميل في الساعه، تمام. طيب انا عايز احول بقى، احول الاول، انا دلوقتي جبت الار طلع بكام؟ 1380 و72، بس 1380 و72 من 100 ده ايه؟ ده في، تمام. طيب ارجع بعد كده القانون، ان انا عشان اعوض في القانون ده لازم اعوض فيه بمعادلات متريه، اللي هو الكيلو بكيلو متر، السرعه بالكيلو متر في الساعه، والار بالمتر، تمام. طيب انا هنا هو قايل لي السرعه بكام؟ ب 75 ميل في الساعه، عشان احولها لكيلو متر في الساعه اضرب في 1.61، تمام. طيب على 9.5 في الجذر الار، الار بكام؟ احنا طلعناها هي 1380 و72، بس ده ايه؟ ده ادم، تمام. احوله لمتر اضرب في بوينت 3048، تمام، اللي هو الواحد فيت في بوينت 3048 متر، تمام. يطلع من القانون ان ال دبليو بي اس هيحتاج كام؟ 54 من 100 متر. يعني بعد ما اعوض بالسرعه بالكيلومتر على الساعه واعوض عن الار بالمتر، هيطلع لي ان ال دبليو بي اس عايزه كام؟ 54 من 100 متر، يعني حوالي 54 سم، تمام. يبقى اعمل توسعه في الطريق كده لمقدار ال دبليو بي اس على الاثنين في الاتجاه ده، و دبليو بي اس على الاثنين في الاتجاه ده، تمام يا باشمهندسين. ناخد بالنا بس من ايه؟ من التعويض. احنا بنعوض ازاي؟ احنا بنعوض في القانون ده، احنا بنعوض فيه في الاطوال كلها بالمتر والسرعه بالكيلو متر على الساعه. يطلع عندنا ان المسافه اللي محتاج ان احنا نوسعها تطلع المسافه بالمتر، تمام. يعني بعد ما عوضنا هنا طلع ان احنا عايزين 54 من 100 متر، تمام، يعني حوالي 54 سنتي. يبقى نعمل هنا دبليو بي اس على الاثنين، وهنا دبليو بي اس على الاثنين. لو هو كان مدينا اي معلومات عن الاي كنا عوضنا في ده، وكنا جمعنا الاثنين مع بعض وقسمناهم على الاثنين، نص في الاتجاه ده ونص في الاتجاه ده، تمام كده يا باشمهندسين. حد عنده اي مشاكل؟ تمام.